السلام عليكم يا كرام، كيف الحال والأحوال؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. لو أول مرة حضرتك تشوفني فأنا اسمي عبد الرؤوف عماد، ودي قناتك عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن الكهرباء الباردة، وديت بقصد بيها كهرباء مفيش فيها لاين ونيوترال، يعني لا تسبب ضرر للإنسان، يعني تيار كهربائي ليس له لاين أو نيوترال، ولذلك تسمى بالكهرباء الباردة. طيب إيه سبب صعق الإنسان؟ الإنسان بصفة عامة يا جماعة بيصعق عند ملامسة الطرف الحار لجسم الإنسان، بيسير التيار عبر جسم الإنسان إلى الأرض، ولذلك بيحدث الصعق الكهربي وبيسبب الوفاة. أما في حالة الكهرباء الباردة فبيكون الجسم معزول تماما عن الكهرباء، عند اللمس لا يسبب اي صعق عند لمس طرف واحد منهم، ولكن في حالة لمس الطرفين مع بعض بيحصل صعق كهربي، وبيختلف على حسب قدرة المحول اللي هنستخدمه لاستخراج تيار كهربائي بارد. ما هي سلبيات الحصول على الكهرباء الباردة يا جماعة؟ اول حاجة التكلفة بتكون عالية جدا، علشان احصل على كهرباء باردة استخدم محولات، وطبعا التكلفة الخاصة بها هتكون عالية، يعني لو هستخدمها في منزل هضطر ان انا استخدم ترانسفورمر على الاقل من 5 ل 10 كيلو، وده سعره هيكون عالي. رقم 2 الفاقد في المحولات، المحولات بيحصل فيها فاقد في الطاقة من 15 ل 20% عن طريق الملفات وسخونتها. طب ايه هي الإجابة؟ الايجابيات يا جماعه، الايجابيات بستخدمها في الاجهزه الطبيه، تكون مفيده جدا لان بيكون فيها اتصال مباشر بينها وبين المريض، بحيث نضمن عدم حدوث صعق كهربي للمريض بتاعنا. كمان بنستخدمها في الحدائق، بحيث لو في اناره في الارض في الحدائق وفي اطفال ممكن تعبث في الكهرباء، بحيث نضمن عدم حدوث اي مشاكل او اي حوادث للاطفال. رقم 3 بنستخدمها عشان نضيء حمامات السباحة، برضو ممكن تستخدم الكهرباء الباردة. طيب ازاي احصل على الكهرباء الباردة؟ اي محول في الدنيا يا جماعة بيكون متكون من ملف ابتدائي وملف ثانوي وشرائح هنا كده قلب حديدي. عدد لفات الابتدائي احيانا بتكون اكبر من عدد لفات الثانوي، واحيانا تانية اقل من عدد لفات الثانوي. لكن في الحالة اللي احنا عاوزين نحصل فيها على كهرباء باردة من الترانس، عدد لفات الملف الابتدائي بتساوي عدد الثانوي، يعني ال NP بيساوي NS، عدد لفات الابتدائي تساوي عدد لفات الثانوي في حالة حصول على الكهرباء الباردة، ودينا بيسموه المحول العزل. محول العزل كنا عملنا عليه فيديو قبل كده. يعني حضرتك عشان تحصل على كهرباء باردة هيبقى عندك عدد لفات ابتدائي بتساوي عدد لفات الثانوي، وبالتالي انا لو دخلت هنا كده 220 فولت لاين ونيوترال هحصل هنا على كهرباء باردة 220 فولت. لو لمست احد الاطراف دي مش هيحصل لي، لمست ده لوحده مش هيحصل صعق، لمست ده لوحده مش هيحصل صعق، لمست الاتنين مع بعض هيحصل صعق معايا، مفيش اي صعق، ولكن في حالة ملامسة الطرفين مع بعض هيحصل صعق. طيب انا دلوقتي في المنزل وعاوز احصل على كهرباء باردة بدون شراء اي ترانسفورمر، من غير ما اشتري اي ترانسفورمرات، بيبقى عندي ترانسفورمرات مثلا قديمة انا مخرجها من تلفزيون قديم، ممكن احصل عليها من خلالها على الكهرباء الباردة. هنفترض اني انا عندي محول ومحول وكمان محول وكمان محول، المحول ده مثلا 220 فولت ل 12 فولت، ومحول ده من 12 فولت ل 220 فولت. هعمل ايه؟ ده محول خافض للجهد وده رافع للجهد. هعمل ايه؟ هوصل الاتنين دول ببعض كده، اوصل الاتنين دول ببعض احصل هنا على كهرباء باردة 220 فولت كهرباء باردة. بيفضل الترانسين دول ده وده يكونوا قد بعض بالظبط وزي بعض بالظبط، لان لو في واحد زايد عن التاني او قلل عن التاني هيحصل فقد في الطاقة. ولنفترض مثلا ان انا عندي ترانس 220 فولت بيخرج لي مثلا 10 فولت، ترانس تاني 10 فولت ل 220 فولت، فانا هوصل الاتنين دول ببعض كده كده، وهلاقي الجهد معايا هنا مش خارج 220 فولت بالظبط، ممكن يبقى خارج معايا 195 فولت، وفي فقد في الطاقة زي ما انا قلت من شوية من 15 ل 20%، هيبقى في فقد في الطاقة.
لو لمست احد الاطراف مش هيحصل اي مشكلة، لو لمسنا الطرفين مع بعض هيبقى هنا في مشكلة، هيكون في صعق. وعند توصيل اي حمل نراعي القدرة الخاصة بالمحول بتاعي، يعني ما اجيبش قدرة اعلى من المحول لان الجهد هيحصل فيه هبوط جامد. يعني لو جيت وصلت هنا مثلا لمبة على الطرفين دول كده، لمبة، هتلاقي ان الجهد بتاعك قل، ممكن يوصل معاك لحد 87 فولت. فدي كل القصة وكل الحكاية. يبقى انا هعمل ايه عشان احصل على كهرباء باردة؟ هجيب اي ترانسين عندي، ترانس هنا 220 فولت ل 10 فولت او 12 فولت، ومن هنا 12 فولت ل 220 فولت، هلحن دول في بعض، ال 12 في ال 12 او ال 10 في ال 10، واحصل من هنا على كهرباء باردة. عشان كده احيانا تروح اي ورشة مثلا تلاقي الراجل بيلمس اطراف الكهرباء غير ما يتكهرب، فانت في الحالة دي بيلمس الطرف ده لوحده او بيلمس الطرف ده لوحده فما بيتكهربش، لو لمس الاثنين مع بعض يحصل صعق كهربي. دي كل القصه والحدوته. ده كان فيديو اليوم كالعاده، ارجو اكون افدت حضرتك بمعلومه. لو حضرتك استفدت لايك وشير، لو امر حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناه. كان معاكم كالعاده عبد الرؤوف احمد من قناه عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. ولو عند حضرتك اي سؤال ممكن تحطه لنا في كومنت تحت الفيديو. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أنت لا تعلم شيء. من الأشياء الملفتة جدا للنظر يا جماعة اللي هو اسم الله العليم، أن الله يعلم كل شيء وأنت لا تعلم أي شيء. فنفترض جدا أن في حد عايز يسافر مثلا كندا، وليل نهار عمال يدعي يا رب سافر كندا، يا رب سافر كندا، يا رب أروح كندا، يا رب سافر كندا، وفي الآخر ربنا لم يستجب له هذا الدعاء ولم يسافر لكندا. ممكن يكون سافر لمكان تاني أو قعد في مكانه ما سافرش ولا راح ولا جه. طيب إيه بقى ليه؟ لأن الله يعلم ما يصلحك ويعلم ما هو الأصلح لك. فلازم تكون عندك حتى انت من جواك قناعة شخصية انك لا تعلم شيء ولا تقدر على شيء، انما هي بالله ومن الله. فتتنصل وتتخلى عن حولك وقوتك الى حول وقوة الله سبحانه وتعالى. فانت لا تعلم شيء ولا تستطيع اي شيء ولا تعلم الاصلح لك. حتى في صلاة الاستخارة بتصلي الاستخارة توكل على الله، انك مش عارف، بتحط رجلك وانت مش عارف هل الموضوع ده فيه منفعة ليك ولا منفهو، هل هو صالح ليك ولا لا، انت مش عارف. نصيحة عجبتني جدا من احد الذين كانوا بيقدموا محتوى جميل جدا على يوتيوب، ان هو دايما يعني يقول نصيحة ويقول خطوات ويقول حاجة، وبعد في الاخر يقول لك ايه، ادعي ربنا، استعين بالله. انت اولا واخيرا بالله ولله، ومن استعان بالله كفى. اصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك احوالك في كل شيء في هذه الحياة. يبقى احنا بنقول بالاسباب، ناخد بالاسباب، نعمل اللي علينا، جاست وورك. النتائج، النتائج اللي ربنا بيبعتها لك هي نتائج على قد المجهود اللي انت بذلته، لا محاله في هذه النقطه، يعني من اي حال من الاحوال. فاصلح ما بينك وبين الله، دائما دائما يصلح الله لك جميع الاحوال، تخليك قريب قريب من ربنا. اصلا ركعتين قضاء الحاجه باستمرار، اعرف ان اي حاجه في حياتك لا تسير ولم تضبط الا بان انت تجعل ما بينك وبين الله جيد جدا، كل حاجة بقى تسخر لك. قد يتسرب الى ذهنك ان انت فرحان بنفسك، عمال تنشر صور لنفسك يا عبد الرؤوف، وصور وانت في الجيم، وصور وانت مش عارف فين، انت فرحان بنفسك. وبصراحة السؤال ده يعني ايه، اتسأل قبل كده للدكتور ابراهيم الفقي، ان هو كان بيكتب كتب الله يرحمه، فبيكتب الكتب دي، فالدكتور مصطفى محمود قال له انت مش حاطط صورتك على الكتاب ليه؟ قال له ليه؟ قال له ما الناس تعرفك ازاي؟ احنا بننشر نفسنا وصورنا عشان تو بي ا براند، تو بي يور براند، يعني تكون انت البراند بتاعتك، تصنع نفسك. يعني مثلا اي حد دلوقتي بيجي مثلا يشتري من شركه ابل بيقول له ايه؟ ده ابل يا عم، خلاص الموضوع منتهي. اي حد بيجي يشتري من منتج ياباني بيقول له ايه؟ ياباني خلاص. فانك تصنع يور اون براند، هي ديت الحوار، دي القصة، ده اللي احنا بنحاول نعمله، ده السر. فان احنا ننتشر باستمرار، وانت وظيفتك معايا انك حضرتك تساعدني، انت بتساعد في نشر محتوى نافع ليس ضار، لا محالة. سلام.